هذا وسيعرض تلفزيون البحرين على حضراتكم برنامجا خاصا على الاحتفال الذي أقيم بصرح ميثاق العمل الوطني بعد نشرة الساعة 8 من مساء اليوم. لدى استقبال سمو لعدد من أعضاء السلطة التشريعية، نوه صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن الديمقراطية الحقة هي التي تحترم الرأي والرأي الآخر، فمحاولة تعطيل مظاهر الحياة الطبيعية بحجة الحرية تعد جريمة، والتخريب الذي يتستر بالديمقراطية هو إرهاب ويتم التعامل مع مرتكبيه على هذا الأساس، مؤكدا سموه أن استغلال البعض للخدمات التي تقدمها الدولة لخدمة أغراض الإرهاب والتخريب جريمة لن يتم التهاون مع المتسببين بها. وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التمسك بالوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على المنشقين على الرغبة الوطنية بالعيش بأجواء آمنة ومستقرة والانشغال بتنمية الوطن وازدهاره. وقال سموه: مهما اختلفت الآراء والأفكار في العمل الوطني فلا مجال للاختلاف على مصلحة الوطن، وما يحيد عن الإجماع الوطني عليه مراجعة نفسه والعودة إلى الأسرة البحرينية. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق وعدد من المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تطلع به السلطة التشريعية عبر التعاون مع السلطة التنفيذية في تحقيق التوجهات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف من وطأة التطورات الاقتصادية العالمية على مسيرة التنمية في المملكة، لافتا سموه إلا أن الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للتعامل مع التحديات ليست حكرا عليها، فوطأة هذه التحديات طالت الجميع، ولكن الحكومة حرصت أن تتعامل مع متطلبات المرحلة بحذر محاولة قدر الإمكان تحجيم تأثيراتها على كل أمر يتصل بالمواطن.